عرض مسلسل دراما المصري الحقيقة والسراب في سنة 2003 محققا نجاحا وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي في ذلك الوقت. المسلسل من بطولة عدد كبير من نجوم الفن في مصر. تدور أحداث المسلسل حول امرأة ثرية ومتسلطة اسمها ثريا، تظلم جميع من حولها بتصرفاتها الشريرة ولسانها السليط. تعالوا معنا لنشاهد كيف أصبحوا أبطال مسلسل الحقيقة والسراب بعد 20 سنة من العرض. الممثل المصري يوسف شعبان هو من مولد سنة 1931. بدأ مسيرته الفنية سنة 1958. لعب دور يوسف عز الدين نصري الزوج السابق لثريا وهو مفتش لغة عربية في المرحلة الثانوية. توفي الفنان يوسف شعبان سنة 2021 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، رحمه الله وأسكنه الجنة. الممثلة المصرية نهال عنبر هي من مولد سنة 1961. بدأت التمثيل لأول مرة سنة 1993. لعبت دور نجدة الشاذلي زوجة يوسف الثانية وهي مدرسة فلسفة في نفس مدرسة الأستاذ يوسف. الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور هي من مولد سنة 1978. بدأت نشاطها في الفن سنة 2000. لعبت دور سلوى الشاذلي وهي طالبة في كلية الأداب قسم اللغة العربية. تقع في حب حسام ويتزوجان ويسافران إلى بريطانيا من أجل الدراسة. الممثلة المصرية خيرية أحمد هي من مولد سنة 1937. بدأت رحلتها في الفن سنة 1959. لعبت دور فاطمة خادمة أسرة ثريا وصديقة ثريا المفضلة. توفيت سنة 2011 متأثرة بسرطان المعدة، رحمها الله وأحسن إليها. الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده هي من مولد سنة 1953. بدأت حياتها الفنية سنة 1970 كراقصة شرقية ثم ممثلة في أدوار صغيرة. لعبت دور ثريا أبو الفضل وهي امرأة ثرية متكبرة ورثت من والدها الحاج أبو الفضل معرض موبيليا. الممثل النجم المصري طارق لطفي هو من مولد سنة 1970. بدأ مسيرته الفنية سنة 1990. لعب دور رياض يوسف عز الدين الابن الأكبر ليوسف وثريا ويعمل مع والدته في إدارة المعرض. الممثل المصري أحمد زاهر هو من مولد سنة 1975. بدأ حياته كممثل سنة 1992. لعب دور حسام يوسف عز الدين الابن الأوسط ليوسف وثريا وهو طالب في كلية التجارة. كان شابا طائشا حتى توفي أخوه رياض بحادث مروري. النجمة المصرية مي عز الدين هي من مولد سنة 1980. بدأت مسيرتها الفنية سنة 2001 في فيلم رحلة حب. لعبت دور منال يوسف عز الدين الابنة الصغرى ليوسف وثريا وهي طالبة في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية وهي شابة طائشة ومدللة من قبل والدتها. الممثلة المصرية القديرة إنعام سالوسة هي من مولد سنة 1939. بدأت نشاطها في الفن سنة 1964. لعبت دور رمزية وهي أم أحمد ونبيلة وهي سيدة كبيرة في السن دائما ما تهينها ثريا بمهنتها في الخياطة. الممثل المصري خالد محمود هو من مولد سنة 1969. بدأ مسيرته الفنية سنة 1992. لعب دور أحمد سليمان وهو أخو نبيلة وتلميذ الأستاذ يوسف وهو محامي تحت التدريب. الممثلة المصرية سمية الخشاب هي من مولد سنة 1966. بدأت مسيرتها الفنية سنة 1993. لعبت دور نبيلة سليمان زوجة رياض
وهي فتاة فقيرة وطيبة تكرهها ثريا وتحاول أن تخرب حياتها. الممثل المصري أحمد سعيد عبد الغني هو من مواليد سنة 1976. بدأ مسيرته الفنية سنة 1997، لعب دور باسم إبراهيم أبو السعود، وهو الشاب الذي تزوج منال بعد أن أوهمها أنه ابن رجل أعمال كبير، وهو في الحقيقة فقير يعيل أمه وأخته. الممثل والمؤدي الصوتي المصري كمال عطية هو من مواليد سنة 1971. بدأ مسيرته الفنية سنة 1995، لعب دور عادل وهو صديق لباسم، وهو من طلب منه أن يوقع منال في الحب انتقاما منها لأنها رفضته. الممثلة المصرية مروى عبد المنعم هي من مواليد سنة 1978. بدأت مشوارها في الفن سنة 1999، لعبت دور هدى شقيقة باسم تهرب من البيت مع عاشقها في الحلقة الأخيرة. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.